ابدا ابدا. ايه مش عايز تتكلم؟ بلاش، انت حر. محدش فينا حر. انا عليا دين ال 200 جنيه سلبه وملفوفه حوالين رقبتي، وعمي بيجرجرني منها، ونوارها هي الاخرى حوالين رقبتها سلبه هي كمان، عليها طار ما تقدرش تهرب منه، وانت كمان رقبتك. لا الا انا، انا بقى حر، انام اسهر اشرب بمزاجي، اسكر اضرب على راحتي، محدش له كلمه عليا. شريف بيه كلمتي تمشي على رقبتك، يفوقك لما تكون سكران ويصحيك من عز نومك. صدقني يا هاشم، محدش فينا حر، كلنا متجرجرين من رقبينا. تعرف انا ساعات بفكر اتوب عن الحرام وشريف ما يبقاش ماسك عليا حاجه، هو دلوقتي ماسك عليا شويه سوابق بيزلني بيها، انما لو تبت يبقى يجي يمسك الهوى. اتكل على الله. هنعيش ازاي؟ ده انت لوحدك ليك راتب يومي 5 كيلو لحم. بس انت توب وانا ارجع اكل دوره تاني. لا مبروك، المباراه قربت ولازم تبقى في الفورمه. ربنا الرزاق. بس اعمل حسابك، لو تبت برضه مش هتبقى حر، لكن هتبقى عبد للي خلقك. ما ابقى عبد لربنا احسن ما ابقى عبد لشريف. مبروك كابتن، مبروك، اركب اوصلك. بقول لك ايه، الكارت ده بتاعي فيه تليفوني وعنواني، اتصل بيا ضروري. انا المدرب بتاع الكابتن مبروك. والله اهلا. خد يا مبروك، عايزك تكلمني ضروري. ولا على ايه؟ وانا هسيبك. وانت بقى يا سيادة المدرب هتنزل فين؟ هنا كويس؟ مبروك اتعهدنا جواز، وهدم يكتب عليا بس بعد ما يخلص الماتش. الصراف اتقتل ومعاه شنطة فيها 70,000 جنيه، كان صارف شكل مرتبات من البنك. أبو العيلة بينكر إنه خدهم، لكن أنا متأكد إنه مخبيهم. فين؟ معرفش. وده بقى اللي انا عاوزك تعرفه لي. انا هدخلك معاه السجن وتعرف لي سره باي طريقه. ادخل السجن عشان ابقى مرشد؟ ده شغلانه كارهها وانا في الحريه. او ما ادخل لها السجن مخصوص؟ انت مش هتدخل السجن مخصوص، انت هتدخل السجن عشان نشال. انا تبت، تبت يا شريف بيه، والتايب هيقف بين ايدين ربنا بريء من الذنوب كمان ولادته وامه. ده يوم الحساب اروح امك، انما المجتمع له حساب تاني. المجتمع ليه صحيفه الثواب؟ اللي بيتوب ربنا بيغفر له صحيفه الثواب. صحيفه الثواب دي يا اخويا فاتوره المجتمع لازم يحاسبك عليها، لازم يدفعك ثمنها. الحرامي هيفضل حرامي لغايه ما ينال عقابه، مش لغايه ما يتوب. ما كانش حد غلب والسجون فضت. ما كل المساجين عاوزين يتوبوا وياخدوا افراج، واللي يتقبض عليهم في حاله تلبس يتوبوا، والنيابه ما تحققش معاهم وتخلص قابلهم. ونيابه ليه؟ ساعتها تتلغي النيابه. لما المباحث تقبض على اي متهم تسمع توبته، ما تحطش الحديد في ايديه وتفرج عنه من بره بره، دي تبقى فوضى. لا يا هاشم، فيه نظام للكون، للدنيا. الدنيا اللي فيها الحرامي لازم يبقى فيها الظابط، والظابط في الاخر هو اللي بينتصر والحرامي بينهزم. انا بديك فرصه كبيره قوي علشان تبقى معايا مرشد في الكفه اللي بتغلب يا هاشم. يلا قوم يا هاشم، قوم روح كده وحضر نفسك علشان تخش السجن. اللهم اهدنا فيمن هديت، امين، وعافنا فيمن عافيت، امين، وتولنا فيمن توليت، امين، وبارك لنا فيما اعطيت،
فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، رجعنا إلى الله، وندمنا، وندمنا على ما فعلنا، على ما فعلنا، وعزمنا، وعزمنا على ألا نعود إلى ذنب أبدا. أنت كنت فين؟ إيه؟ حلبت عليك الدنيا. خير؟ اركب اركب، جايب لك زبون سقع. زبون إيه يا عم؟ روح روح، الله لا يسيئك. المدعى أهو منظره بيقول سرقني. انت يا عم دخل فلوسك في جيبك كده هتتسرق عن المعروف. ايه ده؟ انت بتحط ايدك في جيبي يا ايه؟ حرامي حرامي يا ناس يا عم. الله يا ناس حرامي، ده انا بتسرق في عز الظهر. لا حرامي ايه؟ انا بسرقك. الله حرامي ايه؟ حرامي ايه؟ يا عم حرام عليك. بس حرام عليك. امسكوه يا ناس. خش يا حرامي يا مجرم. ظبطت متلبس سعادتك. دي قضيه في الكاليتشا بيه، وعندي بدل الشاهد 10. يبقى اعترفت بقضيه حقيقيه. انا مظلوم يا بيه. انت نشال والثواب يالا، ولازم تعترف لي بثوابك كلها. اتفضل سعادتك العذر. طب استناني بره يا زفت. الله، مش حضرتك وعدتني ان انا احضر التحقيق؟ روح بس دلوقتي ستيف. في جمله في كل تحقيق بتتكتب انت عارفها كويس، وما ان واجهناه بالادله حتى اعترف. وساعات بنقول وما ان ضيقنا عليه الخناق حتى انهار واعترف. هقول يا سعاده البيه، انا سرقت فلوس من طابلوه عربيه. سرقت كام؟ 1000 جنيه يا بيه. كان فين الجريمه دي؟ كانت راكنه في الفرنساوي. العربيه كانت راكنه على ناصر الفرنساوي. امتى؟ اول الشهر. مش الشهر ده يا بيه، الشهر اللي فات. تعرف صاحب العربيه؟ لا يا بيه. والفلوس ضيعتها. فاكر نمره العربيه؟ لا. غريب، ومن صاحب العربيه ما بلغش ليه؟ يا جوز افتكر انه اتسرق في حته تانيه فبلغ في اي اسم. علوم كله هيمام من الكمبيوتر. كمبيوتر؟ ايه؟ ما سمعتش عن كمبيوتر وزاره الداخليه؟ التاريخ 1/6/88. الموضوع سرقت 1000 جنيه من عربيه. فعلا حصلت في ناصية الفرنساوي، مصر